ايه رأيك الشخصي في البنات اللي بتلبس الحجاب في بداية رمضان وتقلعها في اخر رمضان؟ شمال مش محترمة الحجاب زي اللفتة. طبعا عادة مش كويسة خالص، المفروض طالما انا البسه يبقى انا التزم بالحاجة. دول الاحسن ان هم ما يلبسوش حجاب اصلا، عشان هم ما بيلتزموش بالحجاب ده، والحجاب ده لازم اللي يلبسه يفضل مستمر بيه. غلط جامد يعني، يا تلبسها على طول يا تقلعها على طول. في بنات بتقول لك يعني اللي هو زي ما بنقولها كده باللغه الدارجه نص العمى ولا العمى، كله رمضان صيام وصلاه وشويه التزام، فغطي شعري على الاقل شهر. لا مش ما ينفعش، في ناس بتكون لابس مش لابساها بتيجي تصلي تغطي شعرها وبعد كده بتقلعها، في ناس ماشيه بالنظام ده. كل واحده تعمل اللي هي عايزاه، تلبس تقلع براحتها. انت مالكش راي شخصي فيهم؟ لا انا ماليش راي شخصي فيهم، لا والله يعني كل واحده حره. بالنسبه لك الموضوع ده عادي؟ رأيي الشخصي ليا انا يعني لو اختي لا طبعا ما تعملش كده، يعني امال فين بقى التدين وفين الاحترام؟ اصلا الحجاب ده زي المفروض تلتزم بيه طول السنه، ده ربنا سبحانه وتعالى فرضه على البنت فالمفروض تلبسه يعني، انما اللي بتلبسه في اول رمضان وكذا هي بتخدع مين او يعني ده يعني حاولش تخدع حد، هي بتحاول على قد ما تقدر تلتزم حتى لو شهر. جميل قوي ده، والله ممكن اقول انها ايجابيه احسن من غيرها، لان يعني شهر رمضان معروف ان هو منحه الهيه وفرصه للطاعه، ممكن تلتزم بالحجاب في رمضان وتلاقي نفسها كويسه فتكمل، فدي كويسه. بس هي القصه ان اصلا هل هو ده حجاب اللي احنا شايفينه اليومين دول؟ كارثه. لو محترمه مش تلبس اصلا كده ولا هتعمل اللي هي بتعمله في نفسها. بس هو مش الحجاب اللي بيفطر حد، والجو ده خلاص بقى يعني منتقبات دلوقتي بيتعكسوا، مش معنى كده ان هي منتقبه ففطرته عشان هو بيعاكسها، لا 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 الموضوع مش كده خالص، هو يا اما ابقى مقتنعه 100% والبسه، يا اما مبقاش مقتنعه واقلعه. انت بتعملي الحاجه يبقى التزمت التزم بيها من اولها لاخرها، لكن انت كده انت كده مش ملتزم. انا مش ملتزم دينيا. والله الالتزام مش شهر في السنه. يعني مالوش دعوه برمضان او غير رمضان. ربنا يهديهم ويهدينا. ما ملهاش لازمه بقى كده، الاحسن ان هم يقلعوه خالص بقى، عشان تلبسوا في رمضان ده كده مش محترم الحجاب ولا محترم ربنا ولا كده. الموضوع ببساطه ان ربنا سبحانه وتعالى امر البنت بالستر، انها تستر نفسها، فكونها تستر شعرها وتكشف جسمها فده مش حجاب. الرسول صلى الله عليه وسلم سماها كاسيات عاريات. كاسيه يعني لابسه هدوم، عاريه يعني كانها مش لابسه كاسيه يبقى لابسه. احنا بقينا في زمن الكاسيات العاريات. ايوه. المصيبه في الموضوع ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام لن يدخلنا الجنه، مش هيدخلوا الجنه. تنصح البنات دلوقتي بايه؟ انصحهم بايه؟ يحاولوا يكونوا نفسهم اكتر، يعرفوا ان الموضوع مش مساله حجاب، ومش مش البنت اللي من غير حجاب هي اللي احلى، او البنت اللي بحجاب هي المحترمه او متحفظه، عشان احنا بتهيألي في ايام بنشوف فيها ناس بنقاب بيخطفوا اطفال وبيعملوا حاجات يعني ما فيش اي دين بيبي. الحجاب هو اللي بيحلي ولا الشعر هو اللي بيحلي؟ كان الفيل هو المقياس يعني. انصحهم ان هم يحاولوا يخلوهم 15 يوم السنه الجايه ان شاء الله.